مساء الخير مشاهدينا الاعزاء، واهلا وسهلا فيكم وحلقه جديده من برنامجكم صحتك بالدنيا. موضوع حلقتنا لليوم هو استخدام المناظير في جراحه العظام. اليوم الطب تطور واصبح في هناك تقنيات جديده في كل مجالات الطب، وهي استخدام المناظير، وذلك للتقليل من حجم العمليات والاستفاده بقدر اكبر من هذه التقنيات. ضيفنا لليوم هو الدكتور جياب سليمان، أخصائي جراحة العظام والمناظير، اللي بنقول له مساء الخير دكتور جياب. الله يمسيك بالخير، أهلا وسهلا فيك، نورتنا وشرفتنا دكتور جياب. عشان إحنا نفوت في الموضوع، استخدام المناظير أصبح اليوم هو السمة العامة للجراحات بشكل عام. جراحة العظام بدأ الآن يعني في الفترة في الآونة الأخيرة استخدامه بشكل ملحوظ. ما هو الفائدة المرجوة من استخدام المناظير؟ ليش بدلنا الجراحات بالمناظير؟ هي فكرة المناظير طبعا زي ما تطرقت أنت موجودة في الجراحات العامة، بدأت وتطورت منها إلى جراحة العظام. أكثر الأسباب اللي بنستخدم فيها المناظير هي أنه المنظار جراحة بسيطة، يعني الجرح بيكون جرح صغير، فهذا بيبسط العملية، ألم جراحة المنظار بيكون خفيف، بنسميه الريكفري، فترة ما بعد العملية بيكون المريض يشافى ويعافى بفترة نقاهة أسرع، لأنه ما في جرح كبير. ومن ناحية تشخيصية، هو وجود هذا أهم سبب، أنه مكنتنا من تشخيص كثير من الأمراض أو المشاكل أو تمزق الأربطة في المفاصل اللي ما كناش عندنا إمكانية نشخصها بما توفر لدينا من الأدوات. يعني صارت الفائدة أكبر، التكلفة أقل، والمعاناة عند المريض أقل. بجوز زمان كان المريض يقعد فترات طويلة في المستشفى بعد الجراحات، هلا قللت فترة إقامته. في القدم مثلا، مثال بسيط، جراحة الرباط الصليبي كانت تعمل بجرح 10 سنتي أو 15 سنتي، الآن جرحين صغار، كل جرح لا يتعدى السنتي متر، فهذا يخفف من الألم ومكوث المريض في المستشفى، فلها فوائد عديدة. نعم، كما تطرقت. نعم، طيب قبل ما نبلش دكتور، يعني من أكثر الأشياء اللي بنستخدم فيها عادة المناظير هي للركب. راح نشوف تقرير صغير حول الركبة، ومن ثم نعود لنبدأ أسئلتنا معك. تمام. هي مفصل يقع في المنطقة الوسطى للساق بين الفخذ وأسفل الساق. هذه المنطقة تطوق وتدعم المفصل. العظمتين المهمتين في الركبة هما عظمة الفخذ وعظمة الساق، وتحمى بواسطة عظمة رأس الركبة أو ما يسمى صابونة الركبة. مفصل الركبة يدعم بغضروف، وهو يرتكز على نهاية عظمة الفخذ والساق وصابونة الركبة. منصات الغضروف تسند مفصل الركبة، وأيضا تعمل على امتصاص الصدمات بين العظام في الركبة. تحتوي الركبة على مجموعة من الأربطة، والتي توازن حركة دوران الركبة وتضم الحركة للأمام والخلف والجانبين. الرابط المباشر يمتد على طول الركبة ويساعد في الحد من الحركة الجانبية للركبة. أما الرابط الأمامي الصليبي يربط عظمة الساق الكبرى بعظمة الفخذ في وسط الركبة، وهو يحد من دوران عظمة الساق الكبرى. أما الرابط الخلفي الصليبي يقع خلف الرابط الأمامي ويحد من الحركة للخلف لعظمة الساق. محتويات الركبة تعمل على الحد من الأضرار التي تحدث خلال المشي والركض والقفز، وهذا ترادفيا مع عضلات الساق. دكتور جياب، يعني استخدام المناظير له عدة أهداف، ما إيش الأنواع الموجودة من المناظير في جراحة العظام؟ هي المنظار طبعا، الركبة زي ما تطرقت هي أكبر مفصل في الجسم، أغلب الوقت نستخدمها كعلاج مش كتشخيص في الركبة. في مفاصل أخرى مثل الرسغ أو القدم أو الكاحل بشكل أدق، ممكن نستخدمها كتشخيصية، يعني جراحة المناظير. نعم، يعني في تشخيصي وفي وعلاجي. وعلاجي. دكتور جياب، التشخيصي والعلاجي أكيد في فرق ما بينهم، سواء في التقنيات أو في طريقة إجراء أو الهدف المنشود. شو الفرق؟ يعني إيش يعني تشخيصي وإيش يعني علاجي؟ الآن تشخيصي، إذا في مريض عنده ألم لنفترض في الرسغ،
وعمل له رنين مغناطيسي ولم يتبين أي إصابة أو نعم. فالآن الخطوة اللي بعدها أنك تعمل منظار بجرح بسيط، يوضع المنظار بداخل مفصل الرسغ ويتم النظر إلى الأغشية، الأربطة، الغشاء المغلف للعظم وإلى آخره، حتى يعني يتم تشخيص ما إذا كان هناك مشكلة لم تشخص بالرنين. الرنين نعم. يشخص حوالي 90% من المشاكل. هون احنا دائما بنيجي يعني بصير في خلينا نقول تضارب ما بين وجهات النظر، يعني المريض بيعمل صوره رنين مغناطيسي وهي تعتبر من الادوات التشخيصيه المتطوره جدا، نعم. فينظر يعني بشوف الدكتور النتيجه او بشوف ما بيلاقي في قطع او اي شيء، هل هذا مدعاه انه هو يروح يعمل منظار؟ اذا كان هناك الم نعم. هلا الانسان ما الطبيب ما بيستغني او جراح العظام ما بيستغني عن الفحص السريري او كما ذكرت عن الرنين. فاذا كان الرنين لم يعني يساعد في التشخيص وكان في شك بوجود اي مشاكل بالمفصل، فعندنا الخطوه التي تليها هي التشخيص بالمنظار، وعندما تشخص تعالج اذا كان هناك مشكله بالمفصل، يتم علاجها في نفس الوقت يعني. نعم. تكسبها على الجهتين يعني. نعم. طبعا مشاهدينا الاعزاء بامكانكم الاتصال والتواصل معنا على ارقام هواتف الاستوديو راح تظهر امامكم على الشاشه الان، او من خلال صفحتنا على الفيسبوك صحتك بالدنيا. معنا اول اتصال، ام محمد من نابلس. مساء الخير ام محمد. عليكم. وعليكم السلام يا اختي، كيف الحال؟ الله يخليكي يا رب. لو سمحت بدي اسال الدكتور سؤال. تفضل. عمري 32 سنه. نعم. بس اطلع على الدرج ولا يعني اقعد اسمع صوت في طقطقه لعظامي وانا قاعد بسمع صوت الى الركب يعني؟ ايوه. نعم. في الم يا محمد؟ مش الم بس يعني بطقطقن، بسمع لهم صوت. نعم. بس انا عندي سؤال، وانت طالع على الدرج ولا وانت نازله ولا في كلا الحالتين؟ انا اسجد وانا اركع اي حركه تاتيها بسمع لها الصوت. نعم. طيب شكرا لاتصالك يا أمي محمد، شكرا. دكتور جياب، يعني الناس بلشت تتصل قبل حتى ما احنا يعني نطلع الارقام، لانه موضوع مهم بهم الناس كتير، هو المواضيع المفاصل هاي، واحنا شعب بنعاني بشكل كبير منه. 32 سنة مش شوي صغيرة على آلام المفاصل والمواضيع المتعلقة بالأربطة وما أشبه؟ جدا. نعم اكيد، ولكن خاصه عند الاناث دارج حتى في الخارج، يعني في امريكا تلاحظ انه نساء في سن صغير، هاي بنسميها بالانجليزي كوندروماليشا وبالعربي اللي هي خشونه الغشاء المغلف للمفصل الركبه، خاصه الصابونه كما ذكرت ام محمد، يعني شيء كثير يعني منه النساء في سن صغير. شو لازم تعمل يعني ام محمد؟ طالما ما فيش الم. نعم. ما في مدعاة للقلق، بس لازم تعمل اجراء تشخيصي مثلا، تفحص تشوف دكتور. نعم. صورة رنين. نعم. بس حتى يكون في تشخيص مبكر اذا كان في مشكلة ممكن تعالج. نعم. مبكر. طبعا اختي محمد، احنا دائما يعني يعني عدم وجود الالم هو زي ما تفضل الدكتور جياب، هو علامة كويسة ومريحة، ولكن انت بحاجة الى استكمال الموضوع من خلال زيارة الطبيب واجراء صورة قد تكون مثلا رنين مغناطيسي لاستكشاف ما هو بداخل هاي الركبه. ختام من البيري، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بدي احكي مع الدكتور لو سمحت. تفضلي بسمعك. انا عندي بالركبه كان عندي وجع كثير لما بطلع على الدرج، لما بنزل زي اجري بتخوني. يعني زي كاني بدي اندب بحس. نعم. اليوم عملت رنين مغناطيسي، طلع عندي في الفقرات في الفقره الهلاليه في الغضروف الهلاليه. الغضروف. شرخ. وكيس ميه. وكيس مي. قديش عمرك يا ختام؟ 47. سبعة بتحب تسال اي شيء؟ في الم بالمشي يا ختام ولا بس بالدرج؟ نعم. في الم عند المشي؟ ولما بسجد في الصلاة وبركع بكون كمان في وجع. ماشي. نعم. شكرا لاتصالك وألف سلامة لك يا أخت ختام. محمد من بيت لقيا، مساء الخير. مساء الخير، تفضل يا محمد. أنا موضوعي عندي كسروني الإجر الكفة، أول شيء كفة من تحت وخلوني قاعد،
كانت دغري يجري الكي يرد القصور للأصاب من ركبه تحت. معلش محمد مرة ثانية، شو اللي قصوه أول مرة؟ أول شيء قصوا لي الكف من تحت الأصابع. أنت عندك سكري؟ عندي بس مش عالي يعني حد 250 220 بغض النظر، بس يعني عندك يعني نتيجة السكري قصوا لك ال 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 لا أنا سبب قص إجري الشرايين كان. من الشرايين يعني كان عندي مسكرة شرايين وحولوني عن مقاصد عملت عملت هناك شبكية. ماشي انت قصيت رجلك وبعدين شو صار؟ كان ردوا عنوني في رام الله كمان عمليه فتحوا لي الشرايين الدكتور محمد لطفي نعم في طرف اجري من فوق نعم وهكي ردوا قصوني كمان عصب من تحت نعم هكي بعد ما قصوني عصب اجري مش دغريه بتضلها بتعوجه. يعني انت قصدك تقدرش تتحكم فيها بتلاقيها راخي؟ انا بدي اياها تكون دغريه لان مش انا اعرف اركب طرف شايف الكي بضل بس زي المطويه بعملها مزاجات عند المرايا. نعم ومش طب محمد قديش عمرك اخوي؟ 57 سنه. طيب سؤالي ليش قصوا العصب؟ انا يعني مش قادر اعرف ليش قصوا العصب؟ يعني اذا انت عندك مثلا سبب اوضحه لك. انا قصوا لي اول شيء جاي من تحت قصوا لي جاي من تحت وبعدين فيش عنايه بالدكتور العظام يعني اقول لك صراحه في المستشفى قعدت 65 يوم. فأنا قالوا لي إجرك هذه اللي شرحها تصبر الثلاثات لازم تقصوا العصب، قصوني كمان عصب من فوق، كان عصب 100% يعني. من وين البتر؟ محمد؟ نعم. من وين منطقة البتر؟ من وين؟ يعني الأصابع بس بتروها؟ يعني من الركبة تحت أبو 20 سم. ماشي شكرا يا محمد وألف سلامة لك يا صديقي. فضية من أبو ديس مساء الخير. نعم مساء الخير. مساء الورد، وطينا تلفزيون واسمعينا من التليفون وسؤالك يا اختي. طيب. نعم تفضلي سؤالك. وطي التلفزيون، وطي التلفزيون بدي اغلبك لو سمحت. وطي التلفزيون. نعم مساء الخير. تفضلي يا ستي تفضلي. انا رحت على المقاصد. نعم. وصوروا لي اجري، قالوا لي بديش عمليه. عمليه شو؟ للركبة. تبديل ركبي يعني؟ وجع يعني صعب الله يكفيك شرك. طيب سؤالك يعني شكلهم في البيت عندك مصممين ما يوطوش التلفزيون. طيب سؤالك انت يعني هل اعمل العملية ولا لا صح؟ اعمل العملية ولا لا؟ قديش عمرك؟ والله عمر بكت كل امي سنت بشنك ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي. سنت ما استشهد محمد جمجوم وفؤاد حجازي. يعني بتعرف اي سنة طيب استشهدوا؟ ها؟ في اي سنة استشهدوا؟ 80 عمري 80. الله يعطيك الصحة ويعطيك طولة العمر. شكرا لاتصالك يا اخت فضية. ابو عماد بن خليل مساء الخير. مساء الخير. يسعد مساك تفضل. اول شيء يعطيكم العافية دكتور. يعافيك يا رب. وهذا برنامج ممتاز كويس. شكرا شكرا. بدي اسال انا بالنسبه لي انا رحت تعالجت اكتشفت عندي فقرات في الرقبه ورحت على دكتور اعصاب مختص فاعطاني العلاج انه اعمل تمارين رياضيه وعلاج مكمل غذائي. نعم. هلا بعد فتره شعرت انه في عندي في الفقرات الظهر الرابعه والخامسه. نعم. ورحت عملت رنين مغناطيسي. نعم. في عندي تقريبا في فقرة الرابعة في الرابعة والخامسة في تضيق. نعم في سؤالك سؤالك. نعم سؤالك في هذا الموضوع شو العلاج شو اسمه العلاج قديش عمرك؟ قديش عمرك يا ابو عماد؟ انا 65 عندي علاج انا باخذ فولترين او باخذ سيوس. خلص اوكي ما 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 مفهوم مفهوم. شكرا لاتصالك يا ابو عماد. وناخذ بس انا بدي قبل ما ناخذ الاتصال من غزه الاخ سامي بحب الفت انتباه جميع الاخوه المشاهدين اللي بحاولوا يتصلوا معنا والشباب في غرفه الكنترول يتاكدوا انه احنا معنا اخصائي جراحه عظام ومناظير. عمليات مشاكل الظهر الفقرات الظهر هاي عاده
اليوم صاروا يشتغلوها او بتبعها اخصائي جراحه الاعصاب عشان نفرق ما بين التخصصات. سامي من غزه مساء الخير. مساء الخير يا اخ سامي. مساء النور. يسعد مساك. الله يخليك. تفضل. بس دكتور انا بس انا في ظهري معي وجع. الم في الظهر. وبس فحصت قالوا لي معك الثالثه والرابعه في ضغط بالفقرات. قديش عمرك يا سامي؟ عمري تقريبا 40. ماشي يا سامي، شو بتشتغل؟ موظف. موظف يعني موظف على الكرسي موظف؟ لا لا سلطة، موظف سلطة قاعد في البيت يعني. أيوة. طيب شكرا لاتصالك يا سامي. بس ذات بنزل وجع على رجلي. نعم على رجل واحدة ولا تنتين؟ تنتين بسمية حرقان. عملت صورة رنين مغناطيسي وبين؟ لا ما عملتش. ما عملتش صورة رنين مغناطيسي؟ أعمل بس ما عملتش. طيب ماشي شكرا لاتصالك يا سامي وألف سلامة لك. مين معنا كمان يا أخوان؟ أشرف من جنين. مساء الخير يا أخ أشرف. مساء الخير الله يعطيك. الله يعافيك يا رب تفضل. إيه والله أنا بالنسبة ألو أيوة بسمعك تفضل. بالنسبة للدكتور العظام. نعم. أنا في عندي ظهري بتوقع بالفقرة الرابعة والخامسة. نعم. في عندي حتى سعيد حاليا من البرد انا حاليا نفسيات تعبان مني حتى اذا بمشي شوي يعني مثلا. نعم. قديش عمرك يا اشرف؟ والله عمري 42 سنه. عملت صوره رنين مغناطيسي لظهرك؟ والله الصدق لا. اما كنت اروح عند دكاتره مفهوم. انا طبعا بشتغل هذا موضوع اربعه وخمسه. انت ما عندك توقع يعني؟ لا مش توقع يعني انا متاكد انه موجود. كيف تاكدت؟ من الوجع يعني محد. لا انت محدد بعدين الرابعة والخامسة يعني هو هاي كمان. نعم وانا كنت اصل دكتور. نعم. في دكتور في جنين اللي هو طارق خلاف. نعم. وكل الاحترام كل الاحترام للدكتور طارق طبعا الله يسعدك. فهو يعني حدد لي يعني. نعم. ماشي اوكي شكرا لاتصالك اخ اشرف. معنا عماد من يا اخوان بس مرة ثانية رجاء تأكد من الاتصالات انه إذا كان موضوع على الفقرات الظهر ياريت أنه يتصل في حلقة ما يكون معنا جراح أعصاب. عماد من نابلس مساء الخير. السلام عليكم مستيكم بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. هذا البرنامج اللي بيهم شريحة كبيرة من مجتمعنا. الله يخليك. مساء الخير لك وللدكتور كمان مرة. حياك الله. لا سهل. الله يسعد مساءكم. بديش اطول عليكم باختصار. انا عندي روماتايد. نعم. ماسك عندي بالمفصل اللي هي الركبه اليمنى في. نعم. خشونه عاليه ورحله علاج بتحكي عن 6 سنوات يعني. نعم. هلا هل بنصح الدكتور انه اغير مفصل او الجا للمنظار؟ نعم. كم عمرك يا امام؟ 45. روماتويد عندك؟ روماتويد؟ روماتويد صحيح. نعم ماشي سؤالك مهم جدا واعتقد يعني يعني اول شيء بتمنى لك الصحه والسلامه يا اخ عماد وان شاء الله ربنا يعني ينهي المعاناه اللي انت فيها. وبرجع وبقول انه دكتور يعني انا ببلش الاجابات من هذا السؤال يعني الاخ عماد الروماتويد هو مرض يصيب المفاصل وإله علاقة في أخصائيين الروماتيزم ولكن لما نبلش الضرر موجود في الأربطة أو في العظام ببدأ دوركم هون. طبعا. هل بتنصح بتغيير مفصل في حالة مثل هيك؟ وفي طرق عديدة للعلاج. نعم. كما تفضلت إذا الألم اشتد و نعم. يعني بطل في مجال للعلاج بالإبرة أو بالأدوية واللي هي هذه أكثر العلاجات شيوعا عند الروماتويد. نعم. فالحل الخطوة اللي بعدها هي المناظير قبل ما يتم تبديل المفاصل. يعني عماد يعني حتى لو بدنا نغير مفصل بدنا اول شيء نلجا للمنظار نشوف لانه المفصل هو شيء يعني مش رح نقدر نعرف شو اللي فيه الا من خلال لما نشوفه بالعين المجرده. والعين المجرده اصبحت اليوم من خلال المناظير فينصح باجراء عماد باجراء المنظار للركبه. نعم. ام محمد بالبدايه كانت سالت عن وعن وجاوبناها. الاخت ختام من البيري بتحكي عن الم في الركبه اثناء الصعود ولما وحتى بتخونها احيانا رجلها. الام ار اي عملت صوره الرنين المغناطيسي وتبين في شرخ في الغضروف الهلالي.
شو لازم تعمل؟ تمزق بالغضروف وتجمعات أكياس مائية. نعم. هي بحاجة إلى منظار. بحاجة لتنظيف لتنظيف. بحاجة هون منظار مش تشخيصي. لا مش تشخيصي، طالما الـ MRI شخص إنه في تمزق بالغضروف وتجمعات مائية اللي هي بتكون ناتجة عن التمزق الغضروفي. نعم. فالخطوة الجاية إذا الألم غير محمول إنها تكون بعمل منظار علاجي. نعم. يبقى احنا بنقول هون عشان بس نميز زي ما تفضل الدكتور جياب، في نوعين من المناظير. هناك المنظار التشخيصي، يعني الدكتور جياب بفوت بشوف ايش اللي موجود داخل الركبة ومن ثم يقرر ما هو التشخيص، وهناك المنظار العلاجي، يعني بفوت وينهي المشكلة اللي بيعاني منها المريض من خلال هاي المناظير. فانت بحاجة لإجراء منظار لي ردع الشرخ الموجود واستئصال الأكياس اللي موجودة. الأخ محمد من بيت لخيا بيحكي عن يعني قصته واضح إنها شوية معقدة نتيجة القطع اللي موجود. شو إيش بننصحه دكتور جياب؟ والله بحاجة لمراجعة، لأنه بتر الأطراف أحيانا يؤدي إلى عمل توازن يختل بالنسبة للأوتار، فممكن سبب يعني سبب مش سهل. نعم. قص أعصاب وعظم وإلى آخره، فهو بحاجة لمتابعة يعني بجوز بحاجة إنه يراجع بحيث إنه يكون السيرة الذاتية تاعت المريض والسيرة المرضية هذا توضح الأمور أكثر، السيرة المرضية للمريض تكون واضحة أكثر. طبعا أنا أكيد يعني لما بتبطل تتحكم برجلك وبتصير مايلي ببطل يقدر أحط طرف صناعي، فأنت بحاجة لمراجعة الدكتور في أقرب وقت. الأخت فضية من أبو ديس، تبديل الركب دكتور يعني، وهي جزء كبير يعني، أنت من الناس اللي اشتغلت على هذا الموضوع بشكل نعم. كبير جدا، سواء في اثناء او خلال اقامتك في امريكا او اثناء زياراتك لفلسطين. ايش يعني تبديل الركبه؟ بس خلينا نوضح بشكل سريع للناس. تبديل الركبه هو عباره مسميها زراعه مفصل. نعم. والزراعه يعني هي تلبيس نعم. المفصل بحديد وبلاستيك حتى نعم. تنهي قضيه احتكاك العظم بالعظم. نعم. الان اغلب الاوقات العمر الناس تتحرج من العمر. نعم. كبير 80 كبير في السن، هاي القضية بطلت يعني إشكالية العمر، لأن إذا الإنسان يعني بطل إنه 80 سنة هو شرط نعم. لإلغاء أو قبول العملية بالضبط. فبالتالي إذا كان المريض في حالة صحية جيدة من ناحية القلب نعم. بتحمل عملية نعم. تحت التخدير، فالقضية والألم يعني غير محمول نعم. فما في تحرج من إجراء عمليات التبديل. نعم. يبقى إحنا بنقول فضية ما في مشكلة انك تجري العملية، بس بشرط ان يكون وضعك العام الصحي يسمح باجراء العملية، سواء من ناحية القلب، الضغط، السكري، كله يكون في منظم، وبالتالي بتقدر تجري العملية وانت مطمئنة. وبرجع وبقول انه احنا اصبحت العمليات هاي من العمليات اللي موجودة دكتور جياب عندنا وبشكل يعني جيد يعني. نعم. نجي لابو عمار من الخليل. موضوع الفقرات هو مش علاقة ملوش علاقة بتخصص جراحة العظام، بس أكيد طبعا 65 سنة والMRI بيقول في عندك مشكلة، عليك مراجعة أخصائي جراحة الأعصاب إلك ولكل الإخوة اللي اتصلوا. ليش؟ لأنه هو راح يشوف الصورة ويحدد حجم الضرر الموجود على العصب أو الضغط الموجود على العصب، ومن هون بتحدد طريق العلاج إما الدوائي وإما الجراحي. نعم. دكتور جياب شو رأيك بموضوع تضيق الفقرات؟ يعني زمان كانوا أخصائية العظام هم اللي بيقوموا بهذا العمل. صحيح. الآن جراحة الأعصاب هم المسؤولين. 100%. نعم. سامي من غزة، عليك بإجراء صورة رنين مغناطيسي، وأشرف من جنين عليك برضو بإجراء صورة رنين مغناطيسي عشان تتأكدوا إذا كان في موجود ضرر ولا ما فيش ديسك ولا مش موجود. وكنا جاوبنا الأخ عماد إحنا بخصوص الروماتيزم، وهون ببين معنى دور المناظير. نعود إلى السؤال أو الموضوع الحلقة، وين الأجزاء اللي أنتم بتجروا عليها المناظير دكتور جياب؟ يعني إيش الأجزاء المفاصل اللي بتم تنظيرها؟ مفصل الركبة أكثر وأكبر مفصل في الجسم، وهو عرضة لأكثر المشاكل بشكل عام يعني. نعم. ولكن المنظار يعني يستخدم لجميع المفاصل، بداية الركبة، ثاني مفصل هو مفصل الكتف. نعم. وثم الكاحل، الكوع، الرسغ، ومنذ 5 سنوات بدأنا نعم. نعمل تنظير للهب اللي هي الزر. نعم. وهذا ما كانش موجود التكنولوجيا يعني، مناظير الزر. نعم. مفصل الحوض يعني.
ف يعني باختصار يعني حتى حتى الرسغ هذه من زمان موجوده. نعم. ايش اللي بتدوروا عليه في حاله مثل هيك تشخيصيا دكتور جياب؟ هي المفاصل الصغيره احيانا صعب بدقه انك تحصل على تشخيص المهرمين بشكل عام. بالتالي نعم. انت الـ بشكل عام المنظار بتشخص مثلا اصابات الغشاء المغلف اللي بنسميه بالانجليزي كارتلج، الغشاء المغلف للعظم، احيانا اصاباته بتكون صغيره وبسيطه ولكن تؤدي الى الام او التهابات وصعب انك تشخصها بالرنين او بالفحص السريري. نعم. تمزقات اربطه بسيطه وصغيره، وكمان العلاج زي ما تطرقنا سابقا يعني جزء من الموضوع انك تشخص والجزء الاخر انك تعالج يعني اثناء التنظير. نعم. في معي سؤال من على الفيسبوك من روز تسأل الدكتور انا عمري 17 سنه. نعم. عندي وجع بالركب ووجع في ظهري اسفل الظهر واحيانا بصير في وجع بالزر اليمين مع وخز متكرر، الروماتيزم مش موجود عندها، شو لازم تعمل؟ الان عندنا اختلطت مشكلتين. نعم. هو ركب وفي ظهر. نعم. فيبدو عندها مشكلتين، الظهر بده رنين مغناطيسي حتى يعني لمعرفه سبب هل هو ديسك هل هو احتكاك الى اخره، والركب بحاجه الى فحص سريري لتشخيص الركب ومن ثم رنين. يعني 17 سنه انت صغيره على قد يكون على وجود اي مشاكل ان شاء الله عندك، ولكن للتاكد عليك بزياره الطبيب من اجل الفحص واجراء الصور التشخيصيه اللازمه. لما بنحكي عن الركب هناك مجموعه كبيره من وشفنا في التقرير من الاربطه اللي قد تسبب المشاكل. نعم. الاكثر شيوعا في اصابات الركب هو ليست الاربطه وانما هو الغضروف، الغضاريف الغضروفين اللي في الركبه سبب اغلب المشاكل، ومن ثم الرباط الصليبي برضه من الاصابات الرياضيه التي يعاني منها كثير من الرياضيين. نعم. دارج عندنا الاصابات الرياضيه جداً بشكل كبير جدا, جداً. نعم. راح اعود لهذا الموضوع اصابات الركبه، ولكن خلينا ناخذ يوسف من الخليل. مساء الخير. ايه مساء الخير اخ يوسف، وطي التلفزيون وسؤالك. مرحب يا يوسف، وطي التلفزيون لو سمحت. مرحبا يا اخوان. هلا. مرحب. انا معي شكرا 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 يا اخ يوسف، واضح انه يوسف مش ماسك حاله على التليفون ومش مصدق انه بيطلع بيحكي على التلفزيون. سفيان من الخليل برضو. مساء الخير يا اخ سفيان. الخير الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. في عندي مشكله في كتفي تقريبا صار لها شهر. ايش هي المشكله يا سفيان؟ المشكله انه كتفي بقدرش ارفع ايدي وفي وجع في كتفي وبمشي في الاصابع. هلا صورت الرقبه صوره شعاعية عادية، فيش في الفقرات مشكلة، بس المشكلة في المفصل تبع الكتف انه وجعني. كم عمرك يا سفيان؟ كم عمرك؟ 42. بتعاني من سكر؟ اه. نعم. ماشي الحال، ما في اصابة او وقعت او شيء مثل لا لا فيش. ماشي. وفي كمان شغلة. تفضل. بيطلع العرف ديك مسمار العظم. مسمار عظم في اسفل القدم؟ في اسفل القدم. ماشي، شكرا لاتصالك، على فكره خطك مش واضح فعشان هيك انا مضطر اني انهي المكالمه، والف سلامه لك يا اخ سفيان. معنا مساء الخير، مين معنا؟ ام محمد. نعم ام محمد من رام الله. يسعد مساك يا ام محمد. الله يسعد مساك. يخليك ربنا، ايش سؤالك؟ والله انا الظهر يضل يوجعني من اسفل الظهر يعني مع الركبه ومع طول رجلي الشمال هي دائما خضرانه. دائما خضرانه بكون ماشي يعني وجهي تنتين خضرانه بس اليمين اخف من الشمال. قديش عمرك يا ام محمد؟ عمري 65. الله يعطيك الصحه يا رب. طيب رحتي على الدكتور؟ عملتي صور؟ شفتي شو الموضوع؟ والله رحت على الدكتور لي سنتين بتعالج. رنين. حكى لي شو اسمه عندك ديسك بس عمليتك خطره. وما بنقدرش يعني نعمل لك شو بدي اعطيك؟ تعطيك مسكنات؟ طب بقدرش اخذ مسكنات، انا عندي سكري وضغط. معلش بس هو عمل لك صوره رنين وقال لك عمليتك خطره؟ رنين لا صوره طبقيه عمل لي. طبقيه، وقال لك عمليتك خطره؟ قال لي عمليتي خطره، انا ما حكالي خفت. طب ليه خوفك هيك طيب؟ والله ما بعرف هيك بس مش طب يعني ما سالتلوش انت ليش طيب خطره يعني العمليه؟ خطره لانها بدي يحطوا لي تثبيت براغي يعني بظهري. اه
وقال لي عندك سكري وضغط ما بقدر احكي اعمل لك عمليه. راح نجاوبك على اساس اذكر اسم الدكتور. لا لا ما في داعي طبعا. راح نجاوبك على سؤالك مره ثانيه. بتمنى من الجميع الاخوه اللي بيتصلوا معنا والاخوات، موضوعنا موضوع مناظير الركب واخصائي جراحه العظام والمناظير، فنركز على هذا الموضوع في الاسئله. من دير دبوان محمد. مرحبا. مساء الخير. مساء الخير. في عندي الوالدة عمرها 70 سنة بتعاني من مفاصل. نعم. ومتزن. نعم. سؤالك. سؤالك يا محمد. نعم. ايش بدك تسألنا؟ والله بقول لك في عندي الوالدة بتعاني من الروماتيزم في المفاصل. عملت صور يا محمد؟ اه. شو بيان؟ عندها المفاصل المبريات. خشونة؟ مبريات. يعني. مبريات. اوكي. تعالجت شيء؟ ما بجيب لها الدكتور بقول لها دكتور العظام بعطيها ابر مسكن وعلى الفاضي فيش اي نتيجه. ماشي. ما حدش نصحها بتتضايق كثير. ما حدش نصحها باي اجراء طبي مثلا عمليه منظار اي شيء؟ لا والله ما سويت ما حدا. ماشي. عندها سكري او ضغط يا محمد؟ الحمد لله لا. طيب الحمد لله، شكرا لاتصالك والف سلامه لك. معنا حدا يا اخوان؟ الو. مساء الخير أمي محمد. أهلين. مساء النور. ومساء الخير إليك ولكل أهل نابلس. تفضلي. الله يسعدك. تسلم يا رب. في عندي ثلاث مشاكل أنا لو سمحت. تفضلي. في عندي بأصابع إيدي بصير ورم. من عند المفصل اللي جنب الأظافر. بورم. وقالوا الدكتور عندي خشونة مفاصل، هذا الحكي إلى 7 شهور. بدي أعرف إذا بروح ولا ما بروح. وفي عندي بظهري ديسك وبدي عملية. قال لي الدكتور بدي عملية لأنه نازل على إجري وبصير عندي خضران. يعني إلى 3 سنين هذا الحكي. صورت طبقية وقال لي بده عملية. السؤال أعمل عملية ولا لا؟ في قالوا لي سؤال الثاني دكتور قال لي مش بحاجة تعمل عملية، أنا بعمل لك هذا التكلسات اللي بظهرك واللي ضغط على العصب عن طريق الإبر. بدي أعرف إنه العملية أحسن من الإبر. لحظة. اللي قال لك عن طريق الإبر دكتور ولا إشي تاني؟ دكتور عندنا دكتور. نعم. أوكي. قال لي أحسن من العملية. ما بعرف هو الحكي هذا صح ولا لا. وفي عندي تاني مشكلة برضو خشونة مفاصل بالركبة دكتور، بتورم عند الركبة وما بقدر أطلع أو أنزل دراجي مزبوط يعني. نعم. وبالبرد كثير بتأثر وكثير، بس بحس يعني صوت العظم كثير بطرطق كثير مؤلم. قديش عمرك يا أم محمد؟ 44. 44 سنة. يعني صبية لسه يا أم محمد. عندنا كل هالأوجاع. الله يعطيك الصحة يا رب. الله يعطيك الصحة. شكرا لاتصالك وألف سلامة لك يا أمي محمد. رح ناخذ آخر اتصال لليوم. حاتم. ألو. السلام عليكم. مساء الخير يا حاتم من غزة. تفضل. النور. يا هلا. سؤالك. يعطيك العافية. الله يعافيك. لو تكرمت بس بدي أستفسر بالنسبة، في عندي طفل عمره 4 سنوات. نعم. الطفل هذا مساتنا انولد ورجله مخلبية لجوا. إيه. عنده مشكلة في إيديه. دي ما بتنفردش على الآخر. طبعا طلعنا تحويله لمستشفى المقاصد. فحكوا لنا انه في عنده متلازمة اسمها إهلر دالوس. فطبعا هذا طبعا من دون اي فحص جينات او اشي، وبس فحص كلينيكي هيك يعني. فقالوا هذه المتلازمة الموجودة معه. فبالتالي احنا ما لتاريخ اللحظة هاي رجلي الولد قلب لجوه ومش عارفين وين نتوجه او ايش نساوي بالضبط. ما كان في حلول لما رجعت؟ يعني ايش ممكن تعمل للطفل؟ ما فيش حدا اعطانا حلول. عملنا له عمليتين في رجله. يعني صار في عمليات. بالضبط. عملنا له عمليتين في رجله وبرضه بقت بالفشل لتاريخ اللحظة. نعم. الف سلامة له اخوي حاتم. الله يسلمك. اتمنى له الصحة والسلامة يا رب. الله يخليك يا رب. شكرا لاتصالك. دكتور، بالنسبة للاخ سفيان، ألم في الكتف والأصابع بمدل الأصابع وحكوله أنه في مشكلة في المفصل، شو لازم يعمل؟ بس على السريع. وعنده سكر. سكر. نعم. مع تيبس في الكتف. نعم. هي مشكلة نسميها فروزن شولدر، اللي هي تركيز الكتف، شائعة جدا عند مرضى السكر بدون إصابات بدون ما. فبالتالي هي بحال أغلب العلاج هو بالإبر والعلاج الفيزيائي العلاج الطبيعي، ولا تحتاج إلى جراحة. نعم. أغلب الوقت هاي مشكلة. الفروزن مش بحاجة يعني لمنظار مثلا؟ لا، علاجه هو العلاج الفيزيائي الطبيعي. مساجات حتى يفك، وأحيانا بنلجأ للإبر حتى برضو تساعد في. نعم. فك التفريز إذا ما نجح الموضوع، عندها تلجأ إلى المنظار. بس 90%. نعم. من الوقت تحل المشكلة بدون جراحات يعني. نعم. بالنسبة لأخونا أبو محمد، في ألم في أسفل الظهر والركبة وخضران.
طبعا يعني هاي انت بحاجه لصوره رنين، بدي شاغل بالدكتور في انه يقول لك، فانت بحاجه الى صوره رنين مغناطيسي لفقرات الظهر، واذا في مشكله في الركبه فهو بحاجه لشو؟ رنين. رنين برضه رنين. محمد من دير دبوان 70 سنه والدته. نعم نعم والدته. تطرقنا للموضوع، العمر ليس يعني معيار في هذه الايام. بس مش معيار ليش؟ عشان بس هو يفهم، لانها ما تقوم بعمل عمليه، فاذا كانت عمليه ايش؟ اذا كانت الابر لا تجدي ولا تخفف الالم كما نعم. قال انه تاخذ ابر بشكل متواصل يعني اذا الابر بتريح وبتساعد خليها مثل ما هي، اذا ما بتريح وما بتساعد عندها الخيار الاخر هو الجراحه، والجراحه عندك يعني حسب مقدار التاكل في المفصل، اما منظار واما تبديل اللي هي ريبليسمنت تبديل مفصل. واليوم بطل العمر زي ما تفضل الدكتور جياب عائق لاجراء اي عمليه جراحيه باستثناء ان يكون المريض صحيا جاهز لاجراء العمليه. بالنسبه لاختنا ام محمد 44 سنه، طبعا انا بدي ابلش من السؤال الاخير اللي حكته، وهو خشونه في 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 الركبه والم وخصوصا اثناء البرد، علامه على شو دكتور رجيه؟ طبعا وضع مش طبيعي، صغيره في السن، ايديها فيهم مشاكل ايضا، يبدو انها تعاني من يعني نوع من انواع الروماتيزم، بحاجه لفحوصات اخرى لتشخيص ادق. تمام. ومعاينه، رنين الظهر عامله رنين، بدها عندها ديسك بحاجه لعمليه ذكرت هي، بس انا اتصور انها بحاجه لفحوصات شامله اكثر لتحديد سبب المشكله. نعم. وممكن يكون حلها بالادويه او بالى اخره يعني. نعم. اختي محمد، بس انا بدي اعود بس اكد على شغلي، انت ذكرتي ثلاث مشاكل موجوده عندك، اصابع اليد وتورم في مفاصل اصابع اليد وخشونه والم في الركب، قد يكون زي ما تفضل الدكتور جياب هذا له علاقه بالروماتيزم، فعليك بمراجعه اخصائي الروماتيزم. اليوم في اخصائي اسمه اخصائي الروماتيزم، هو بيقدر يحدد هل في مشكله عندك ولا لا. اما بالنسبه لمشكله الديسك والعمليه فانت بحاجه لاجراء صوره رنين مغناطيسي لتحديد هل انت بحاجه الى عمليه فعلا ولا لا. بالنسبه لاخونا حاتم، يعني واضح انه مشكله ابنه مشكله مستعصيه. نعم. ونتوقع انه هاي بدها اخصائي اطفال عظام. نعم. بيدياتريك اورثوبيديك يعني سيرجن. نعم. ويبدو انه في المستشفى هو الان كما ذكر يعني الولد. نعم. نعم. طبعا عشان من الناس ما تستغربش، بس دكتور يعني بحب الفت انتباهكم بانه اليوم الطب فيه تخصص لكل شيء، يعني جراحه عظام الاطفال تختلف عن جراحه عظام الكبار. نعم. وهذا يعني هذا شيء كويس جدا انه احنا يكون في عندنا اخصائيين جراحه عظام اطفال، وبوعدكم نكون معنا دكتور خلال الاسابيع القادمه جراحه اطفال عظام اطفال. طبعا لانه زي ما في جراحه عامه للصغار وللكبار مختلفين عن بعض، كمان جراحه العظام عند الاطفال تختلف عن الكبار. دكتور بدنا نشوف احنا وانت وعمل ما الشباب يجهزوا لنا الفيديو، ايش التقنيه اللي بتستخدمها؟ يعني ايش الفكره كيف بنجري عمليه تنظير مثلا الركبه؟ كيف طريقة؟ نعم. طبعا التخدير، نوعين من التخدير، احيانا يتم التخدير النصفي للوسط واسفل او التخدير الكلي. نعم. وتجرى العملية بجرحين صغار. نعم. او ثلاثة جروح. نعم. يتم تجهيز المريض طبعا ومن ثم يدخل غرفة العمليات. راح نشوف الفيديو هذا اللي احنا مجهزينه تقريبي للحدث. تفضل دكتور جياب. هذا مفصل الركبة، الان تعرض الغضاريف. نعم. والرباط الصليبي طبعا، ثم يدخل ندخل المنظار بداخل الركبه ويتم يعني الفحص كل يتم ادخال المنظار من خلال ثقوب. قديش ثقوب صغيره؟ حوالي سنتي. وهذا مثلا صوره الغضروف، وتم النظر الى الغضروف تشخيص اذا كان ما في تمزق او لا، اللي هو اهم سبب من للألم في المفصل. وثم بعد التشخيص يتم علاج التمزق الغضروفي سواء كان هون. نرجع بس للفيديو مرة تانية لو سمحتوا، راح نشوف استخدام المنظار كيف يتم استخدام المنظار. هون يبدأ إدخال المنظار دكتور جياب. نعم. إدخال المنظار من أحد الثقوب. نعم. وهي ثقوب صغيرة، وثم النظر إلى هون عم بحاول يعطوا الصورة. نعم. هذه قبل التخدير. ما التخدير. نعم. نعم. عملية وهون المنظار تغيير الجلد الآن، هذا هو المنظار. نعم. فالمنظار بيدخل من جهة. أيوة بالضبط.
وهون شايفين اللي هو هذا الجهاز بنسميه جهاز الشيب اللي هو للتنظيف أو لإزالة الجزء المقطوع. نعم طبعا اللي شايفينه هو ضرر موجود في الغضروف ويتم التعامل معه من خلال المنظار، يعني ثقوب صغيرة. اللي شايفينه أنتوا على الشاشة بيكون شايفه الدكتور على الشاشة قدامه من غير ما يفتح الركبة إطلاقا. نعم نكمل اللي احنا شايفينه. هون تبدأ العملية، تفضل دكتور. وهذا جهاز تنظيف الآن يقوم بتنظيف الجزء المتمزق من الغضروف، وكما تشاهدون هذا هو هذه عبارة عملية منظار لإزالة التمزق في الغضروف. نعم وهون احنا طبعا بنكون اختصرنا اللي شفتوه، هذول الثقوب الموجودة أو الأجهزة اللي فاتت من خلال ثقبين صغار جدا، وعادة حتى المريض ممكن يروح بنفس اليوم أو تاني يوم بالكتير. زمان كانت عشان تجرى هاي العملية حكيت لي أنت جرح كبير جدا طويل ويبقى في المستشفى يومين ثلاث، هذه 99% من المرضى بيروحوا بسبعة ساعة بكون يمشي على رجله ويروح البيت. نعم تنظير الكتف هل يختلف عن تنظير الركب اللي شفناه دكتور؟ لا نفس الفكرة، ثقبين أو ثلاث ثقوب نفس الفكرة، بتدخل منظار من ثقب وبعدين العلاج يتم من الثقوب الأخرى. نعم نفس الفكرة تقريبا. طيب دكتور، يعني أكيد الناس بتسأل هلأ هل هناك ضرر ممكن أن يكون من هاي العمليات أو مضاعفات متوقعة؟ نعم سؤال جميل. مضاعفات المناظير أقل بكثير من مضاعفات العمليات المفتوحة اللي هي بجروح كبيرة يعني. نعم. وأهم مضاعفة هي مضاعفة الالتهابات، ولكن نسبتها ضئيلة جدا جدا جدا. نعم طيب، يبقى إحنا بنقول على أنه المنظار وفر كثير من الوقت، وفر كثير من الجهد، وأعطى تشخيص دقيق للحالة المرضية. نعم. هل يتعلق دكتور، يعني برضو عشان برضو إحنا مهمتنا نوضح الأمور دائما، هل كل طبيب مؤهل أنه يجري هاي العمليات ولا لا؟ إذا كان عنده التدريب الكافي نعم بيكون مؤهل. نعم نعم. في معي طبعا مجموعة أسئلة على الفيسبوك. نعم. الأخ زياد بيسأل أنه هو بيتصل محدش برد، ما في مشكلة لأنه زياد عنده عامل صورة رنين مغناطيسي بس مش كاتب لنا شو الحالة اللي عندك يا أخ زياد، فعشان هيك مش عارف أرد عليك طبعا إطلاقا. دكتور، ما هي العلاقة التي تربط مفصل الزر، وهذا برضو من الجراحات الجديدة جدا في التنظير، مع ألام الساقين؟ مفصل الزر من المفاصل التي عرضة للخشونة وتمزقات الأربطة أيضا، مع أنها مش بنفس الشيوع في مفصل الركبة، وكما تطرقت سابقا هي جراحة المناظير سهلت عملية مفصل الزر، لأنه سابقا كنا نحتاج إلى يعني فعلا فتح جروح كبيرة نعم. ومكوث في المستشفى ويعني أعراض جانبية كثيرة. أصبحت اليوم أنتم تستخدموا التشخيصي وعلاجي بنفس الوقت. بنفس الوقت نعم. نعم. الأخ سليم بيسأله بيقول دكتور، زوجته عمرها 27 سنة وتعاني من ألم في الركبة، وخاصة عند طلوع الدرج وعند النزول وكذلك عند السجود في الصلاة. نعم. شو لازم تعمل؟ رنين، صورة طبعا في البداية، رنين، فحص سريري للتأكد من ما إذا كانت تعاني من خشونة أو مشاكل في الغضاريف، وثم العلاج يعني حسب التشخيص. طبعا إحنا بنحاول نجتهد في الأسئلة في الإجابة على الأسئلة اللي أنتم بتبعتونا إياها، ولكن بالنهاية زيارة الطبيب والتشخيص الكلينيكي هو أهم شيء في الموضوع. دكتور، المناظير أصبحت عالم كبير جدا وأصبح في تطوير كبير جدا، شو يعني قديش احنا ممكن انه احنا نستفيد كمواطنين وكمرضى من هاي المناظير؟ بشو كمان يعني غير التشخيص، غير الركبة ولا زي ما تطرقت لك، يعني كل مفصل في الجسم ممكن، طبعا هي بس حجم المنظار بيختلف، ولكن الفكرة نفسها تطبق على كل مفصل في الجسم. نعم. هل الناس بتفكر انه المناظير يعني هي عبارة عن يعني بجوز أشياء كبيرة بتفوت في الركبة وفي قديش حجمهم؟ وحجم المنظار أنا دائما بشبهها بمثل شوي أكبر من رأس القلم هذا. نعم. حوالي 3-4 ملي المنظار بيكون. نعم. صغير جدا. صغير جدا. أو يفوت من ثقب صغير. نعم. نعم. وحتى تعالج أي مشكلة. نعم. نفس الشيء.
الأجهزة كلها صغيرة جدا. نعم. طبعا يعني في نهاية الحلقة احنا بنشكرك جزيل الشكر، ولكن قبل ما نختم نصيحة لكل الإخوة المشاهدين اللي بيشوفونا. نصيحة: الوقاية خير من قطار علاج. الوقاية خير من قطار علاج. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور جياد. حيا الله دكتور. وإحنا دائما بنكون سعيدين لتواجدك في فلسطين معنا. شكرا جزيلا. السلام، الله يبارك فيك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا اليوم بنرجع وبنأكد على أنه جراحة المناظير اليوم أصبحت هي من الجراحات المتطورة جدا على مستوى العالم، وعندنا في فلسطين احنا اصبحنا نواكب هذا التطور، واصبح عندنا من الامكانيات الطبيه والتقنيات والمعدات التي تسمح لنا باجراء هذه الجراحات، وعندنا نتائج باهره في هذه في هذا المجال، سواء بالاصابات الرياضيه، سواء بتمزق الاربطه، بتنظير المفصل، الكتف او الركبه. واصبح اليوم المنظار ليس فقط للعلاج وانما ايضا للتشخيص وإنما أيضا للعلاج، ولكن شريطة أن يكون الزيارة مبكرة للطبيب من أجل التشخيص المبكر والعلاج المبكر. في نهاية حلقة اليوم أنا الدكتور أشرف وطاقم العمل معي أشكركم، وإلى اللقاء.